المجتمع بعدا عن عزلهم. صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا. كيفكم؟ اهلا وسهلا. يعطيكم العافيه. الله يعافيك ويبارك فيك استاذ فايز. سمعنا طبعا عم نتكلم عن طرق التعامل مع الاطفال اصحاب الهمم بالاخص في حالات الاكل او الرياضه او حتى السفر والرحلات. يسعد صباحك في البدايه. صباح الورد. وحابين حضرتك تدينا معلومات اكثر عن الموضوع. يعني هو صحيح ذوي اصحاب الهمم او ذوي الاعاقه بشكل عام قدراتهم الذهنيه وقدراتهم احيانا الجسميه لا تناسب العمر الزمني اللي بينتموا اليه، وبالتالي هنالك فارق جوهري في الاداء السلوكي والعقلي ما بين الطفل العادي والطفل من اصحاب الهمم. وكثير من الاطفال من اصحاب الهمم يعاني من مشكلات احيانا طبيه، وخاصه ذوي متلازم الداون على وجه التحديد، لأنه يعانوا من مشكلات طبية إلى علاقة بالمعدة والأمعاء واللسان والبلعوم وما إلى ذلك. وبالتالي تفهم الأهل لقدرات هذا الطفل ولاحتياجاته المختلفة من خلال مراجعة الاختصاصيين في هذا المجال يؤدي بتحسين نوعية الخدمة المقدمة له وحالته هو نفسيا وصحيا. نعم، ومساعدته على التكيف بشكل عام. مراكز التأهيل والتربية والتعليم لأصحاب الهمم هدفها مساعدة الطفل على أن يحيي حياة طبيعية في مجتمع طبيعي، لأنه من حقه ما دام أنه ولد في هذا المجتمع فمن حقه على المجتمع الاهتمام فيه. أكيد. قبل شوية حكينا عن قصة أنه والله أنه هم بيشعروا قادرين يعملوا شيء، عندهم إبداعات، عندهم طموح، تأكيد. عندهم فكر. نحن يمكن بنفكر كنا نعتقد أنه والله اللي عنده إعاقة خلص يلا مسكين والله يشافيه ومش قادر يعمل شيء بالمجتمع، بينما نحن شفنا نماذج. أهمية إدراجهم بالمجتمع اليوم أو المجتمع الدولي، نحن بمجتمع الإمارات الحمد لله رب العالمين ملموس هذا الشيء وشايفينه على أرض الواقع مطبق الاهتمام الزائد لأصحاب الهمم، ولكن على المستوى العالمي ما بتعتقد أن هناك ظلم قد يعني يطغى على هاي الفئة من المجتمع؟ والله أعود قليلا إلى أصحاب الهمم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. هنالك العديد من أصحاب الهمم أو ذوي الإعاقة اللي إلنا بالنسبة للناس العاديين وبعد 1400 سنة لم نكن نعلم بأنهم من أصحاب الهمم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام والمجتمع الإسلامي أعطاهم حقوقهم كاملة. ومن الأمثلة على ذلك عبد الله بن أم مكتوم، ونزل فيه القرآن الكريم، قرآن يتلى حتى العصر الحالي، عمرو بن الجموح، سعد بن أبي وقاص، وهنالك العديد من الأمثلة، وإبان ابن سيدنا عثمان، وقالون بن نافع أحد القراء للقرآن الكريم، وكان أصم وكان يقرأ الشفاه بشكل ممتاز، ولغاية الآن شمال إفريقيا تقرأ على قراءة قالون بن نافع. هذا هو التعامل الإسلامي الصحيح. حاليا مع تقدم الحضارات والثقافة في المجتمعات المختلفة أصبح هنالك في تعقيد في نوعية الحياة وفي الحقوق والواجبات، فهنالك بعض الدول التي لم تسن تشريع محدد لذوي الإعاقة، وإنما كان هنالك تشريعات مختلفة في نصوص قانونية متناثرة، وهنالك بعض الدول من سنت قوانين خاصة بذوي الإعاقة، ومنها دولة الإمارات العربية المتحدة ولله الحمد والعديد من بعض الدول. لكن مع ذلك ما زال التشريع يفتقد إلى قوة التطبيق، بمعنى لا يوجد في القوانين العربية والقوانين الدولية ما يلزم مؤسسات المجتمع الخاصة وحتى الحكومية بتشغيل هذه الفئة. هنالك جهود فردية لتشغيل هؤلاء الأطفال، وبشكل عام حسب الإحصائيات العالمية هنالك ما يعادل
فقط 5% من أصحاب الهمم هم من تقدم لهم الخدمات التربوية والتعليمية والتأهيلية. يمكن كمان هذا الموضوع برجع على الأهل صحيح. اللي هي طبعاً. أحياناً بتخجل منه من إنه هي تظهر طفلها إلى العلن، ومثل ما مثلاً مركز إبعاد للتأهيل عم يبذل جهوده والدولة عم تبذل جهودها، إلا إنه أحياناً في جهل من المجتمع نفسه ومن الأهل نفسه. كيف أنتوا فيكم تقنعوا الأهل إنه يجيبوا أطفالهم ويدمجوهم بالمجتمع وما يخجلوا من هذا الموضوع، لأنه هذا الطفل هو كمان من قادر عنده يعيش. قدرات حقه إنه يعيش صح زي ما قالت منا. كيف بيجي دور توعية الأهل قبل توعية المجتمع والمال؟ والله هناك من العديد من الأطفال من ذوي الإعاقة ومن أصحاب الهمم بلاحظوا الأهل إنه سلوكه قدراته نموه قد يختلف قليلا أو كثيرا عن مستوى نمو الأطفال العاديين، وبالتالي من هنا تبدأ الملاحظة، وكل ما بدأت الملاحظة لهذا السلوك المختلف قليلا أو كثيرا عن مستوى أداء العاديين كل ما كان أفضل في عملية التدخل المبكر وفي التعامل مع هذا الأطفال. الطفل من أصحاب الهمم ليس لديه ذنب، خلق في هذه الحياة، هو من مسؤولية الأب والأم، وأي تقصير يقع على عاتق الأب والأم في خدمة هؤلاء الأطفال، وبالتالي بترتب على الأسرة التعامل مع هذا الطفل، زيارة الاختصاصيين. ليس هنالك ما يخجل، ليس هنالك ما يعيب، هدول أطفالنا أحبتنا، لازم نقدم لهم كل خدمة ممكنة. أكيد أستاذ فايز. كمان أنا حابة أروح مع حضرتك شوية إلى مركز إبعاد للتأهيل. فضل. حابين نتكلم عن إمتى بدأ المركز أو مين اللي اهتم بالمبادرة في البداية والنشاطات اللي بتقدموها داخل المركز للأطفال. إحنا في مركز إبعاد هو أنشئ حديثا في نوفمبر 2015، أي منذ حوالي 4 سنوات تقريبا، بمبادرة شخصية كريمة من المهندس صالح المنصوري وزوجته تمارا تاغليبيترا، وهي أرجنتينية مهتمة في موضوع أصحاب الهمم، خدمة لمجتمع الإمارات عامة ومجتمع الفجيرة خاصة. هدف المركز هو تقديم هذه الخدمة بأفضل ما يمكن من إمكانيات وبأقل ما يمكن من رسوم. وفي البداية عانى المركز من صعوبات مالية كثيرة حتى يستمر بالخدمات، ولكن من حمد الله علينا أنه في العام 2018-2019 قامت حكومة الفجيرة ممثلة بمكتب سمو الشيخة شمسة بنت حمد برعاية المركز وتقديم الدعم المادي والمالي للاستمرار بأعماله المختلفة خدمة لهؤلاء الأطفال وخدمة لمجتمع الفجيرة. طيب جميل. يعني أنا هذا الشيء أنا لمسته بالمبادرات والفعاليات اللي موجودة بالمركز، وكمان إنه بنلاحظ إنه خاصة المناسبات الوطنية، الأعياد، فعاليات المدارس، بنلاقي إنه صار اليوم وعي أو إدراك واسع بأهمية جلب هاي الفئة وتخصيص لهم مساحة بها من هاي الفعاليات. يعني مثلا شفنا واحد مثلا عنده مثلا مشكلة حركية ولكن هو شخص صار سليم، ممكن يمسك فرشاية ويرسم ويعطيك لوحة مثل الفنان العادي، عنده مواهب. نحن مين اللي بده يعرف اختصاص كل يعني كل شخص على حدة؟ يعني بالأحرى نحن هدول عندنا فرضا فئة من أصحاب الهمم، مين المختص اللي يعرف تخصصاتهم ومجالاتهم وإبداعاتهم طموحهم، أو كيف تتعاملوا معهم؟ شو النمط والأسلوب اللي أو لغة المخاطبة اللي بتخاطبهم فيها؟ هي لغة المخاطبة، أبدأ من الأخير، لغة المخاطبة مع هؤلاء الأطفال اللغة العادية الدارجة المحلية بعيدا عن تعقيدات النحوية والصرفية في اللغة، اللغة البسيطة، مع التأني في الحديث، مع التعامل مع هذا الطفل وفق قدراته، لأنه الطفل
قد نجد بعض الأطفال لا يعبر عن احتياجاته بجملة متكاملة المعنى، وإنما يعبر عن حاجاته إما بالإيماءة أو الإشارة أو بكلمة أو بأخرى حسب طبيعة قدراته وحسب مشكلات النطق التي يعاني منها. صحيح. هناك العديد من الأطفال الذين يعانون فقط من مشكلات لغوية أو نطقية، ولكن قدراته الذهنية ممتازة، وبالتالي قدرته على الاستيعاب قدرة ممتازة، ولكن قدرته على التعبير مختلفة عن الناس العاديين نتيجة عوامل أخرى، قد تكون عوامل جسمية أو عوامل نفسية وما إلى ذلك. بشكل عام حسب ما تشير الدراسات في منظمة الصحة العالمية إنه عدد هؤلاء الأطفال على مستوى الدول من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب يتراوح من 10 إلى 12.5%، وهذا رقم مهول، يعني بمعنى أنه كل مليون بني آدم في حوالي 100 ألف إلى 125 ألف من أصحاب الهمم. هذول جزء أصيل من مجتمعاتهم، من حق المجتمع على أن يعمل على دمجهم بشكل عام والتعامل معهم كأشخاص طبيعيين، يعني نعم هو ما يحسسوش أنه أنت مثلا عندك إعاقة معينة على الإطلاق، يعني على الإطلاق أنت تتعامل مع القدرة وتجاهل نقاط الضعف. اللي بيكسر خاطر أستاذ فارس تعرف وين؟ لما تروح حد لبلد معين تلاقي أنه الشخص اللي من أصحاب الهمم أو اللي عنده إعاقة للأسف أنه ما حدا مهتم فيه، خلينا نكون شفافين وواضحين، بلقبوه بالمجنون يا جماعة. هذا هذا قديش بيترك أثر نفسي على هدول الفئة، قديش ممكن يضر بي 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 بحياتهم، بحياتهم النفسية أو بحالتهم الاجتماعية. حتى أمجد نظرات الناس لهم أحياناً بتكون بتحسسهم بنقصهم أو بتحسسهم إنه هم غير عن المجتمع، هذا كمان بيلعب عامل كبير بالعامل النفسي لهذا الطفل. بالتأكيد بالتأكيد التعامل الإنساني بالدرجة الأولى مع هذه الفئة بغض النظر عن نقاط السلبية التي يعانون منها أو نقاط الضعف. للأسف هنالك بعض المجتمعات أو بعض الأسر التي تتعامل مع هؤلاء الأطفال بطريقة سلبية، ولكن بالمجمل المجتمعات عمالها بتتطور وتقدم هاي الخدمات بأقصى بالضبط، وفي رسائل بتقدم زي مثلا مركز إبعاد بيقدم رسالة محترمة جدا احنا بنحييكم عليها. تسلمي الله يبارك. أستاذ فايز نورتنا وشرفتنا تسلم. وانبسطنا المعلومات اللي حضرتك قلتها، وجزاك الله خير انت والمجموعة اللي معاك على العمل الجيد والكريم اللي انتوا بتقوموا به، شرفتنا. خلينا نطلع بريك وبنرجع تاني. شكرا لك، يعطيك العافية.